دعوة لتقديم الدعم لقوات البنيان المرصوص في الذكرى الثانية لإعلان العملية. الأوسطى عمريا في سيطرة ميليشيات الكرامة على تمركزات تابعة لمجلس شورى درنا جنوب المدينة. وإعادة فتح الطريق الساحلي بمنطقة أولاد صقر غرب مدينة الزاوية بعد إغلاق استمر لأيام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في العاصمة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. يصادف اليوم الذكرى الثانية لإعلان عملية البنيان المرصوص. عملية أطلقت لدحر تنظيم الدولة من مدينة سرت بعد هزيمته في درنا. في التقرير التالي نفصل الأحداث التي سبقت إعلان البنيان المرصوص. متفسحا في أرجاء المدينة ومستعرضا في شوارعها، ظهر تنظيم الدولة في سرت التي أرادها مستقرا بعد هزيمته في درنا. لم يفوت التنظيم الفرصة وسارعت عناصره في ممارسة أعمالها الإجرامية مستغلة الأزمة السياسية والانشقاقات التي ضربت أطناب الدولة وهزت أركانها. حملات اعتقال، إعدامات علنية لعدد من الأهالي تسببت في نزوح جماعي للعائلات. فكانت عملية البنيان المرصوص في مايو عام 2016. تجمعوا من كل حدب وصوب استجابة لنداء الوطن، رافعين شعارات ترفض الاستسلام لتنظيم خلف دمارا أينما حل. العملية استهدفت بشكل مباشر التنظيم بعد سيطرته على سرت كليا في يناير 2015، لتشمل المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت عبر ثلاث محاور هي جدابيا سرت والجفرة سرت ومصراتة سرت، وذلك ردا على تقدم التنظيم تجاه مصراتة في الخامس من مايو 2016. لم يمنع نقص المعدات والعتاد العسكري قوات البنيان المرصوص من بسط سيطرتها على بلدات بوغرين والوشكة وبويرات الحسون غرب سرت بعد 10 أيام على إطلاق العملية. خاض الثوار معارك ضارية طلب إثرها المجلس الرئاسي المقترح دعما جويا أمريكيا في أغسطس. اشتدت المعارك عقب ذلك، وواصلت قوات البنيان تقدمها نحو بوابتي 30 و50 حتى أعلنت طرد عناصر التنظيم من المنطقتين في 27 من مايو 2016. 7 أشهر من القتال قدمت خلالها عملية البنيان المرصوص أكثر من 700 شهيد و2000 جريح. دحر تنظيم الدولة الذي أراد فرض نفوذه على كامل ليبيا، وأعلن تحرير المدينة بالكامل. انتصر البنيان وعادت سرت إلى حضن الوطن. وقد مرت عملية البنيان المرصوص بمراحل عدة منذ انطلاقها وحتى سيطرة قواتها على مدينة سرت ودحر عناصر تنظيم الدولة. الزميل مهيب جرادا يستعرض فيما يلي أبرز المحطات التي رافقت الحرب ضد التنظيم في سرت. أهلا بكم مشاهدينا في هذا العرض الذي يوضح مراحل عملية البنيان المرصوص منذ إعلانها وحتى تحرير مدينة سرت.
بعد عام من سيطرة تنظيم الدولة على المدينة وشنه هجوما واسعا على مناطق شرق مصراتة، انطلقت عملية البنيان المرصوص بغية دحره من سرت. في وقت قياسي استطاعت قوات البنيان بسط سيطرتها على مناطق عدة غرب المدينة وجنوبها بمشاركة سلاح الجو الليبي. توقفت الاشتباكات المباشرة لعشرة أيام قبل أن تعود من جديد، وتجري بعدها سيطرة البنيان على بوابتين استراتيجيتين غرب سرت. في الرابع من يونيو تمكنت البنيان من طرد عناصر التنظيم من قاعدة القرضابية ومطارها بعد سيطرتها على محطة سرت البخارية. احتدمت المعارك بعد ذلك، ودحرت قوات البنيان التنظيم من منطقة أبو هادي ومعسكري الجالط وتاغرفت، وأحكمت سيطرتها على جزيرة الزعفران التي كان يستخدمها التنظيم مكانا لتنفيذ الإعدامات. تقدمت قوات البنيان نحو الأحياء الشرقية للمدينة وحررت منطقة السواوة والميناء البحري لتحاصر بذلك عناصر التنظيم وسط المدينة في مساحة لا تتجاوز 5 كيلومترات مربعة. استمرت قوات البنيان في تحرير عدة أحياء من أبرزها حي 700، وإضافة إلى إذاعة سرت الرسمية التي كان يستخدمها التنظيم كإحدى وسائل نشر فكره. وفي المرحلة النهائية من العملية استجابت الولايات المتحدة لطلب الحكومة المقترحة بتوجيه ضربات جوية على مواقع محددة لتنظيم الدولة في سرت. في الشهر ذاته ضيقت قوات البنيان الخناق على عناصر التنظيم بعد سيطرتها على قصور الضيافة وحي الجيزة العسكرية وعمارات 600 وحي الكامبو لتصل إلى أحد أبرز معاقله عند قاعات واغادوغو. وفي 6 ديسمبر سيطرت البنيان المرصوص على آخر مربع يتحصن فيه التنظيم بحي الجيزة البحرية، معلنة تحرير المدينة بالكامل. خلال حرب البنيان المرصوص ضد تنظيم الدولة، شاركت مدن ليبية عدة بوحداتها العسكرية. في التقرير التالي استعرض الزميل سيف بشريط المناطق التي شاركت تحت غرفة عمليات البنيان المرصوص. هجوما واسعا على مناطق شرق مدينة مصراتة 5 مايو عام 2016، أعلن أهالي مصراتة النفير العام بالمدينة لصد الهجوم، لتتشكل بذلك نواة قوات البنيان المرصوص التي ضمت في صفوفها كتائب عسكرية من مختلف المدن الليبية. مدينة مصراتة شكلت العمود الفقري لتلك القوات، حيث شاركت بأكثر من 20 كتيبة، أبرزها لواء المحجوب والحلبوص وكتيبة أبو بكر الصديق وكتيبة بدر. مدينة زليتن هي الأخرى كان لها دور في العملية بأبرز تشكيل لها، وهو غرفة عمليات المنطقة الوسطى زليتن. الخمس أيضا كان لها دورها الخاص وشاركت بكتائب عدة، كان أبرزها كتيبة شهداء الحاوية. بالانتقال إلى طرابلس، كانت الكتيبة 33 مشاة من منطقة تاجورا إلى جانب كتيبة البركي أقوى الحاضرين في العملية، والتحقتا بركب الكتائب منذ 10 مايو فضلا عن بعض الأفراد المتطوعين. مدينة ترهونة دخلت معارك سرت بكتيبة اللواء 7 المعروفة بالكانيات، في حين انضمت مدينة غريان هي الأخرى عبر كتيبة شهداء غريان. المنطقة الوسطى وتحديدا منطقة الجفرة كانت هي الأخرى حاضرة في المعارك، وشاركت بكتيبتين 19-9 وكتيبة شهداء ودان. وأخيرا المنطقة الشرقية، ورغم ما تشهده من وضع أمني خاصة بعد انقلاب الكرامة، أبت إلا أن تشارك، وكان لها دور في العملية بمقاتلين أفراد. العملية شهدت دعما من غرفة عمليات الطوارئ التابعة لسلاح الجو الليبي، حيث شاركت طائرتها التي أقلعت قاعدة مصراتة الجوية في دك حصون التنظيم وهزيمتها التي أعلنت رسميا نهاية العام 2016. في سياق متصل، قال أمير غرفة العمليات العسكرية الخاصة مصراتة سرت لمحاربة تنظيم الدولة اللواء بشير القاضي في لقاء خاص مع قناة النبأ يبث لاحقا، إن ما حققته قوات البنيان المرصوص لم يتمكن من يصفون هذه القوات بالإرهابية من تحقيقه. اللي يوصف القوات هذه بالإرهابية يعني ما فيش قوات إرهابية تحارب الدواعش، هذا ما حيكونوا في صف واحد.
لكن مرات أعداء النجاح اللي ما قدروش يحققوا هالإنجازات اللي قاموا بها هؤلاء الأبطال حيصفوهم بأوصاف تقلل من 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 انتصاراتهم. هذاما اللي تحركوا لمنطقة السدادة يوم 4/5 قبل صدور أي قرارات، قبل تشكيل الغرفة، هذاما هم اللي قضوا على قوات النظام السابق. بدوره أبدى العقيد بالاستخبارات العسكرية في المنطقة الوسطى إسماعيل الشكري في مداخلة سابقة على النبأ أبدى استغرابه من وصف معركة البنيان المرصوص بأنها سيناريو وفبركة إعلامية رغم نجاحها في طرد تنظيم الدولة. معركة بالفعل وصفها البعض وللأسف الشديد من أبناء وطننا أنها سيناريو وأنها مسرحية وأنها فبركة إعلامية. ما شاهده العالم خلال 8 أشهر من عدو غاشم يستخدم شاحنات الموت التي تحمل الأطنان من قنابل الطائرات و تقتحم القوات لم يكن لها أي تأثير أمام هؤلاء الرجال. وأضاف الشكريان عملية البنيان المرصوص منذ بدايتها شهدت عدة صعوبات تمثلت في قلة الدعم العسكري. كانت هناك من الناحية العسكرية أمامنا أمر صعب جدا جدا يتمثل في 3 نقاط وتم مناقشتها. أولا أن العدو هو الذي اختار الوقت واختار مكان المعركة وساحة المعركة. ثانيا لكي نصمد في هذه المعركة لدينا أمرين آخرين وهو الدعم وخاصة من الذخيرة، والأمر الآخر الجرحى وساحات العلاج لهؤلاء الجرحى. هذه الأمور كانت بالفعل كانت أمور صعبة، ولكن في شراسة المقاتلين وتدريبهم ومعنويتهم كنا مطمئنين جدا وعلى يقين أنهم سيحققون. أكد مسؤول الملف الأمني بدرنا العميد يحيى الأسطى عمر أن ميليشيات الكرامة لم تتقدم في أي محور ولم تسيطر على أي موقع من تمركزات قوات شورى المدينة. الأوصى وفي اتصال مع قناة النبأ وصف الأنباء التي يحاول قادة ميليشيات الكرامة ووسائل أعلامهم ترويجها وصفها بالكذب والافتراء. وأشار مسؤول الملف الأمني في درنا إلى أن الأمور تحت السيطرة. من جهته أفاد مصدر من القوات الخاصة ببنغازي بتحرك قواتهم إلى محاور القتال في مدينة درنا. وأشار المصدر في اتصال مع النبأ إلى أن قرابة 4 كتائب من القوات الخاصة ستشارك في معارك درنا بقيادة أميرها ونيس بوخمدة. من جانبه قال مسؤول الإعلام بمجلس شورى درنا محمد المنصوري للنبأ أن محاولة الهجوم على المدينة تستهدف جهود المصالحة التي جرت خلال رحلة حفتر المرضية ما يكشف دوره في تعميق الأزمات. حفتر دائما وميليشيات حفتر هي من تسعى لإفشال أي مبادرة صلح، تفشل أي دعوة صلح. مجلس شورى مجادي درنا وأعيان والحكماء والمجلس المحلي كلهم دعوا في بيانات سابقة وتواصلوا مع القبائل في دعوة للصلح، لكن من يفشل هذه الدعوات هم. هذا وطلب عضو المجلس الأعلى للدولة المنبثق عن اتفاق سخيرات منصور الحصادي طلب بالتدخل السريع لوقف التصعيد العسكري على مدينة درنا. وحمل الحصادي مجلسي النواب والرئاسي المقترح والبعثة الأممية المسؤولية القانونية والأخلاقية لما قد تؤول إليه الأمور بالمدينة نتيجة التصعيد والتحريض العسكري. كما طالب الحصادي بحماية المدنيين من الاستهدافات العشوائية لطيران ميليشيات الكرامة وتحييد
وتخلصهم عن الصراعات المسلحة وفقا للقوانين والأعراف الدولية. هذا ووصف منسق تجمع أهالي درنا عادل البرعصي الوضع الإنساني في المدينة بالخطير نتيجة ترويع المدنيين بالتحركات والعملية العسكرية على درنا. وفي رسالة تحصلت النبع على نسخة منها، حمل تجمع المجلس الرئاسي المقترح والمنظمات الإنسانية والدولية وأعيان ليبيا وعقلاءها المسؤولية الكاملة عن استمرار القصف اليومي على أحياء المدينة من ميليشيات الكرامة. وأكد منسق تجمع أهالي درنا التمسك التام بالمصالحة الوطنية وحقن الدماء بين أبناء الوطن. أكد عضو المجلس الأعلى للدولة إبراهيم صهد أن خليفة حفتر هو السبب في عدم توحيد المؤسسة العسكرية بسبب إخضاعها لولائه الشخصي واستخدامها للسيطرة على السلطة. واتهم صهد في حديث لصحيفة العرب الجديد أطرافا إقليمية ودولية بدعم مشروع حفتر الذي دمر بنغازي، وأشار إلى أنه رغم تفاؤل باللقاء الذي عقد بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة بالمغرب، إلا أن تصريحات عقيل صالح الأخيرة كفيلة بنسف ما تم الاتفاق عليها حسب تعبيره. أفاد النائب الأول لرئيس مجلس حكماء وشورى الزاوية طاهر لغويل بإعادة فتح الطريق الساحلية غرب المدينة بمنطقة أولاد صقر. وقال لغويل في تصريح للنبأ أن فتح الطريق جاء عقب مفاوضات بينهم وبين المعتصمين مغلقي الطريق الذين دعوا إلى الكشف عن مصير ذويهم المحتجزين في طرابلس وسماح لأقاربهم بالتواصل معهم. أضاف نائب رئيس حكماء الزاوية أن المعتصمين طالبوا بمحاكمة أبنائهم بشكل قانوني ونقلهم إلى سجون رسمية وفق ما ذكر. هذا وفد مراسل النبأ بمدينة الزاوية أن الحركة بالطريق الساحلي الرابط بالعاصمة طرابلس طبيعية. منذ يوم الخميس الماضي في ساعات متأخرة من الليل تم فتح الطريق الساحلي لمدينة الزاوية. هذه الطريق اللي يعني موجودة في غرب مدينة الزاوية بمنطقة أولاد صقر بالتحديد، التي أقفلت منذ أكثر من أسبوعين على خلفية بعض المطالب للشباب في هذه المنطقة. لا توجد أي مظاهر مسلحة ولا توجد أي مظاهر اعتصام أيا كانت. الطريق تعتبر الحرم. النشرة مستمرة مشاهدينا وفيها بعد قليل. دعما لمرضى الفشل الكلوي دار حسن الفقيه تنظم معرضا للوحات الفنية. أهلا بكم مشاهدينا. وافقت لجنة مراجعة الإدانات الجزائية في اسكتلندا على طلب إعادة النظر الذي تقدمت به أسرة عبد السلام المجرحي المدان في اعتداء لوكربي عام 1988. وبحسب صحيفة القدس العربي، تقدمت الأسرة بطلب للجنة في غلاسكو باسكتلندا للحصول على الحق في استئناف جديد للإدانة. وأشارت الصحيفة إلى أن عائلة المجرحي تقدمت باستئناف وجرى رفضه عام 2002 ورفض لاحقا عام 2007 وكانت النتيجة ذاتها. أكد نائب رئيس المجلس المحلي تورغاء سالم عميش عدم استلامهم أي قيمة مالية من الحكومة المقترحة سواء للمقيمين في مخيم جرارة القطف أو داخل المخيمات في طرابلس. ونقلت صفحة المجلس على فيسبوك عن عميش قوله خلال اجتماعه برؤساء المخيمات الخاصة بأهالي تورغاء أن الحكومات تعلم ما يمر به الأهالي داخل المخيمات لكن دون أي تحرك رغم مراسلتهم أكثر من مرة. أشار عميش إلى ضرورة التحرك لتوفير العيش الكريم لأهالي المدينة في ظل التهميش من قبل الرئاسي المقترح وعدم الوفاء بالتزامه بحسب تعبيره.
احتضنت مدينة ترهون الجمعة ملتقى المصالحة بين قبيلتي ورفل القرعات والفشالمة. ويأتي ملتقى المصالحة الذي انعقد بحضور عدد من أعيان وحكماء بلدتي ورفلة وبني وليد في إطار رأب الصدع بين قبائل المدينة وفتح باب التصالح ونسيان الماضي. محتاجين للصلح، محتاجين للم الشمل، محتاجين لسد رأب الصدع، محتاجين أن احنا نبني بلدنا ونتكاتف من أجل هذه الجهود، وأن هذه اللقاءات دائما تخلق حوافز جيدة وتخلق تقارب ما بين الإخوة وتلغي نزع الفتنة. أعربت منظمة أطباء بلا حدود عن قلقها البالغ إزاء مصير حوالي 800 مهاجر ولاجئ احتجزوا داخل مركز مدينة زوارة. وأضافت المنظمة في بيان نشر عبر موقعها الرسمي أن بعض المحتجزين داخل السجن يعيشون ظروف غير إنسانية لأكثر من 5 أشهر دون تلبية كافة حاجياتهم المعيشية. وطلبت رئيسة مكتب الطوارئ في المنظمة كارين كليجر جميع الوكالات الدولية التي لها وجود في ليبيا وممثلين من بلدان المهاجرين والسلطات الليبية على بذل كل ما في وسعهم لإيجاد حل للقضية. ومتابعة للذكرى الثانية لعملية البنيان المرصوص ينضم إلينا عبر الهاتف عضو المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص السيد رضا عيسى. مساء الخير سيد عيسى. أهلا وسهلا بك. مساء النور. أهلا بك. إذا ما الذي يمكن أن نسترجعه في هذه الذكرى وبعد مرور سنتين؟ هو في الواقع ممكن نسترجع الكثير ما سطر خلال هذه الملحمة، ملحمة البنيان المرصوص. سطر بأغلى ما يمكن أن يقال بدماء شهداء الأوفياء الذين رووا بدمائهم تربة أرض الوطن وأزاحوا عنها شرا مستطيرا، أزاحوا عنها غمة داعش. هم في الواقع أزاحوا يعني المقر أو فلنقل يعني أكبر تجمع لداعش أو أكبر ولاية لداعش خارج منبتها الرئيسي في الشام والعراق. أزاحوا سيطرة داعش على مساحة تقدر ب 10,000 كيلومتر مربع، نحن نتكلم عن مساحة تعادل مساحة دول بعينها، خلال ملحمة قدمت فيها التضحيات وقدمت فيها الدماء الزكية. نسأل الله في هذه الذكرى أن يتغمدهم الله بالرحمة ويلهم أهلهم وذويهم جميع الصبر والسلوان. سيد عيسى، إلى أي مدى يمكن استغلال هذه الذكرى لتوحيد الليبيين كما توحدوا في مواجهة تنظيم الدولة؟ هي الذكرى يعني تمر في يعني اليوم تمر الذكرى الثانية، مرورها يعني لا يمكن أن يمر هكذا. كما ذكرت لحضرتك يعني نستذكر خلالها الصفوف التي توحدت لمواجهة قوى البغي والظلم والطغيان في سرت. يعني نتذكر حينها كيف بغض النظر عن التوجهات السياسية والإيديولوجية وغيرها، كيف توحدت يعني توحدت القلوب على قلب يد أو على قلب رجل واحد في مواجهة هذا الخطر، وهو بالتأكيد ما كان الدافع الأساسي والرئيسي في الانتصار الذي حقق خلال أشهر الحرب. في الذكرى الثانية سيد عيسى لإعلان البنيان المرصوص، ما زالت هناك دعوات متواصلة لتقديم الدعم للبنيان المرصوص، بماذا تفسرون ذلك؟ والله هو في الواقع هناك مقولات كثيرة، يعني ربما حتى يعني تجربة ليبية يعني تاريخيا جاءت بعد تجارب سابقة لدول كثيرة، يقولون أن يعني في الحرب يتقدم الشجعان، ولكن في السياسة وفي المناصب لا داعي لأن أكمل باقي القول ربما لا أذكره لفظا، ولكن في الواقع يعني هذه المرارة، مرارة أن
يعني أو الشعور بالخذلان في دعم أو مواصلة الدعم أو على الأقل لنقول يعني تقديم المتطلبات الرئيسية. يعني في خلال مرات كثيرة تقدمت قوى البنيان أو القوى الحالية الموجودة في سرت قوة حماية وتأمين سرت بطلباتها لمواصلة دعم القوة، تقديم الدعم اللوجستي. هم في الواقع لا يشحذون، لا يتسولون، هم في الواقع يطلبون أقل الإمكانيات المطلوبة لملاحقة شراذم وفلول داعش الهاربة. نحن نعلم جميعا أنه حتى عند إعلان التحرير كانت هناك إعلان عن وجود بعض بقايا قوى داعش ربما تشكل خطر في وقت ما، يعني إن تجمعت في مكان ما و يعني دعمت خلايا نائمة، أو نعرف أن يد الجبان طويلة ربما طعنت في الظهر في مكان ما هنا أو هناك. هناك طلبات كثيرة ومتطلبات تقدمت بها هذه القوة أكثر من مرة، إما لتقديم دعم لوجستي أو لمواصلة تقديم دعم العلاجي لجرحى البنيان أو تقديم متطلبات أسر الشهداء. لكن يعني صدى هذه الطلبات ربما للأسف الشديد نقول أن صداه يعني ليس في الوصف المطلوب أو في المستوى المطلوب. لازالت هناك متطلبات كثيرة لهذه القوة وهي موجودة عند صناع الرأي، فلنقل ليس صناع الرأي يعني في الواقع، يعني على الأقل نقول عند الجهات المسؤولة في الدولة الليبية الآن. ولازالت هذه القوة تنتظر الكثير لتقديمها لهم. عضو المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص السيد رضا عيسى، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. الفن لمساعدة المرضى، كان هذا المعنى يكمن أمامنا شاخصا على جدران دار حسن الفقيه بالعاصمة طرابلس، الذي احتضن معرضا ضم 40 لوحة فنية. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. 40 لوحة فنية زينت جدران دار الحسن الفقي بالعاصمة طرابلس. ريع هذه اللوحات خصص لدعم مرضى الفشل الكلوي لمساعدتهم في الحصول على الخدمات الصحية والرعاية الطبية في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد. اليوم في المدينة القديمة وفي دار الفقيه حسن في هذا الفضاء الجميل ضمن المعرض الخيري لمرضى الكلى، أنا سعيد جدا بمشاركتي مع مجموعة كل الفنانين اللي شاركوا في هذا الحدث للسنة الثانية على التوالي. العام الماضي كان بدار النويجي معرض خيري لمرضى السرطان تقريبا، السنة هذه لمرضى الكلى. لمسات إنسانية كان هذا عنوان المعرض الذي نظمه عدد من الفنانين التشكيليين وبعض شباب المدينة القديمة بمشاركة فرقة مالوفيوم والشحات، لإيمانهم بأن الفن أداة ورسالة مهمة إذا ما استخدمت بشكل لائق ومناسب. المعرض الخيري اللي صلح مستشفى الكلى طرابلس بصراحة أن ظروفهم صعبة جدا، فدرنا اللمسة هذه السنة اللي فاتت كان أول معرض المعرض الخيري، وتوجهني به إلى أهل المدينة القديمة، والسنة هذه إن شاء الله توجهنا وتجاوبوا معنا الفنانين التشكيليين من جميع أنحاء ليبيا للمعرض الخيري وتحت اسم لمسات إنسانية. مبادرة من شأنها أن تعزز الترابط الإنسانية وتبتكر الحلول الناجعة والملائمة للقضايا الإنسانية التي تؤرق الكثير من المرضى وتثقل كاهلهم. بهذا وصلنا إلى ختام العاصمة، شكرا على المتابعة. يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني نبض.tv وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله. إلى اللقاء.